اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنتكلم في فيديو جديد هنكمل فيه كلامنا عن طرق كتابه الكويريز باستخدام الجي بي اي. اتكلمنا في الفيديوهات السابقه على 3 طرق لكتابه الكويريز، وقلنا ان هما في النيمد كويريز، وفي قلنا الجي بي كيو ال، وقلنا في النيتيف اس كيو ال. النهارده رابع طريقه واخر طريقه في كتابه الكويريز في الجي بي اي، واسمها كرايتيريا اي بي اي او كرايتيريا كويريز. الكرايتيريا اي بي اي او الكرايتيريا كويريز بتستخدم لما يبقى الكويري بتاعي عندي دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني الوير كونديشنز بتاعتها بتعتمد على الداتا انبوت بتاعت اليوزر. فده من اكبر الاستخدامات اللي انا بستخدم فيها كرايتيريا كويري، لو انا عايزه احط ايه في كونديشنز على الكونديشنز بتاعتي. عايزين نراجع برضو ان من ناحيه البرفورمانس احسن بيرفورمانس هو النيتف كويريز، لان هو الكويريز بتاعته بيحصل لها بيلد ستاتيك مره واحده والسيرفر بيقوم، بينما الكرايتيريا كويري والجي بي كيو ال بيحصل لها كومبايليشن او بيلدينج في كل مره بنادي الكويري. الكرايتيريا كويري بستخدمها عن طريق انترفيس او اي بي اي الجافا اي اي بتقدمه لي، او الجي بي اي بيسمى كرايتيريا بيلدر. طيب تعالوا كده نشوف اكزامبل بسيط ازاي نستخدم الكرايتيريا كويري. انا هنا عندي انتيتي امبلوي، عايزه اول حاجه اعمل سيلكت ستار فروم امبلوي، بس كده. ده اول اكزامبل عندنا. احنا قلنا ان انا عشان استخدم الكرايتيريا كويري محتاجة استخدم الانترفيس اللي اسمه كرايتيريا بيلدر. فاول حاجة هنا بقول كرايتيريا بيلدر، بسميها مثلا اي variable cb equal الانتيتي مانجر دوت جيت كرايتيريا بيلدر. كده انا فتحت الانترفيس اللي انا هقدر استخدم منه الاي بي ايز بتاعت الكرايتيريا كويري. بعد كده بقول له كرايتيريا كويري، وبعدين بقول له اسم الانتيتي اللي انا هسلكت منها، وادي هنا اسم variable q بيساوي اللي هو كرايتيريا بيلدر variable اللي انا اسم كريتاه دوت كرييت كويري، وهنا اسم الانتيتي اللي انا هعمل سلكت منها. بعد كده بعمل الروت اللي هو بسلكت منين، root of employee m بيساوي q اللي هو كرايتيريا كويري دوت from الامبلويز. دي كده اللي هي بقول له select star from employees، الروت بتاعي اللي انا بسلكت منه، والفاريبل ده اللي هو اللي انا عملت له selection للروت بيطلق عليه اللي هو الباس فاريبل. وبعد كده بقول له q.select، q دي اللي هي criteria query. هي طريقة كتابتها ممكن تكون اصعب سنة من الجي بي كيو ال، بس هي طبعا ليها فوائد تانية كتير زي ما احنا قلنا. طيب انا كده كتبت الكويري، عايز اعمل له execution، برضو هستخدم type the query of the entity اللي انا هستخدمها query يساوي entity dot create query، فدي له هنا الكويري اللي انا كتبته. وبعدين بقول له list of employee result بيساوي query dot get result list، وبرجع الليستة بتاعتي بس كده. فدي كده اللي هي select star from employee. select star from employee اول حاجه بستخدم الانترفيس بتاعي اللي هو كرايتيريا بيلدر عشان اعرف اكتب الكرايتيريا كويري. بعد كده بكريت انستنس اللي هو الكرايتيريا كويري، بقول له كرييت كويري من الانتيتي بتاعتي اللي انا هستخدمها. وبعدين بس بعمل روت اللي هو انا هسلكت منه اللي هو فروم، بقول له فروم ايه انهو انتيتي، وبيطلق على الفاريبل ده اسمه باز فاريبل. وبعدين هنا بقول له كيو دوت سيلكت، وبعدين هنا اللي هو الباس فاريبل اللي هو السيلكت كلوز. وبعدين زي اي كويري انا بعمل له اكسكيوشن بعد كده بستخدم اللي هو التايب دي كويري يساوي الانتيتي مانجر دوت كرييت كويري، وبعدين بجيب الريزلت بيساوي الكويري دوت جيت ريزلت ليست. ده كده اللي هو سيلكت ستار فروم امبلوي. طيب لو انا عايزه احط وير كونديشن، انا عايزه اقول له مثلا سيلكت ستار فروم امبلوي وير نيم ايكوال اي فاليو معين. انا هنا في الامبلوي عندي فيلد اسمه نيم، فانا عايزه اعمل كونديشن على النيم ده. فهنا الميثود دي اللي هي هتبقى فيها الوير كلوز. نفس الكلام انا هنا لغايه هنا زي ما احنا عملنا الميثود الاولانيه اللي هي سيلكت ستار فروم امبلوي.
وبعدين عايزه اقول له وير، بقول له كيو اللي هو الكرايتيريا كويري دوت وير، وبعدين بقول له هنا كرايتيريا بيلدر دوت ايكوال. هنا بقول له اسم الفيلد اللي انا هعمل عليه كونديشن اللي هو ام اللي هو الروت بتاعي اللي هو الامبلوي دوت جيت، وبقول له هنا اسم الاتريبيوت اللي انا هعمل عليه كونديشن. طيب انا عايزه احط بارامتر، طيب عشان احط بارامتر بستخدم حاجه اسمها بارامتر اكسبريشن. بارامتر اكسبريشن بحط هنا فيه الداتا تايب بتاعت البارامتر، وهنا اسم البارامتر بقول له كرايتيريا بيلدر دوت بارامتر، وبدينه هنا الداتا تايب. وبالتالي باساين بعد كده اللي هو الاتريبيوت بتاعي اللي انا هعمل عليه كونديشن مع البارامتر ده. فكده انا قلت له وير ان النيم ايكوال البارامتر اللي هو جاي لي في هنا، او حتى لو هحطه فيكس. وبعدين هنا برضو هقول له تايب دي كويري يساوي كويري يساوي انتيتي مانجر دوت كريت كويري. وبعدين لازم اسيت البارامتر زي ما كنا بنعمل في النيمد كويريز وفي الجي بي كيو ال وفي النيتف اس كيو ال. بقول له كويري دوت سيت بارامتر، بحط البارامتر ده ممكن احط فيه فيكسد فاليو كده، او احط فيها البارامتر اللي هو مبعوث في الميثود اللي هو مثلا النيم. وبعدين هنا ليست اوف امبلوي ريزلت بيساوي كويري دوت جيت ريزلت ليست، رجع الريزلت دي لو انا هحط وير كونديشن وسمبل. فهنا اتعلمنا حاجه جديده اسمها بارامتر اكسبريشن. طيب لو انا عايزه بقى اصعب الدنيا شويه، انا عايزه احط وير كونديشن اقول له ان النيم يساوي بارامتر معين، او وكمان مش واو اند مش اور، ان كولوم تاني يساوي البارامتر تاني. ده اللي هو الكويري التالت. الكويري التالت سوري، هنا المثال التالت ان انا هصعب الدنيا شوية. الوير كونديشن هيبقى على تو اتريبيوتس من الانتيتي بتاعتي واندنج مع بعض. هنا برضو زي نفس الكلام اللي فات، عملنا كريتيريا بيلدر وكريتنا كويري وعملنا الروت وبعدين سيلكت. وبعدين انا هنا عندي تو اتريبيوتس او تو بارامترز، فانا هنا هعمل تو بارامتر اكسبريشن، بارامتر 1 وبارامتر 2. الاثنين عندي هما سترنجات. وبعدين هنا بقول له كيو هو كويري دوت وير كرايتيريا كويري دوت وير، وبقول له هنا كرايتيريا بيلدر دوت ايكوال الامبلوي دوت جيت نيم، هحط فيه البارامتر 1، وهنا الامبلوي دوت جيت فيرست نيم هحط فيه بارامتر 2. نفس الكلام بقول له التايب دي كويري انتيتي مانجر دوت كرييت كويري، وبست البارامتر الاولاني والبارامتر الثاني، وبجيب الريزلت ليست وبرتين الريزلت. فهنا الوير انا حطيتها فيهم اتنين كونديشن اندنج مع بعض وايكوال. على فكره الكرايتيريا بيلدر دي ما فيهاش ايكوال بس، دي فيها حاجات كتير جدا. يعني هنا عندنا كده دوت هنلاقي فيه بتوين، وهنلاقي فيه جريتر زان وليس زان و equal و في conditions و is null و is not null والكلام ده كله، like و is not و not like وحاجات كتير جدا. انا بس اديتكم مثال اللي هو بالequal عشان ده اول حاجة احنا بنتعلمها في الكرايتيريا كويري. ده كده كان مثال بسيط على الكرايتيريا كويري. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم اكتر عن الكرايتيريا كويري وايه البيست براكتس اللي انا اعملها وانا بكتب الكرايتيريا كويري، وهناخد اكزامبلز اكتر اكثر صعوبه من الامثله اللي احنا اخدناها النهارده. شكرا.